كشاهد على عصر وعلى قيام دولة إسرائيل في عام 48 ومرور 50 عاما على قيام هذه الدولة، ما هي رؤيتك لمستقبلها؟ أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، وكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصير الدمار. حتى لو يملك القوة التي تؤهله للبقاء، القوة لا تدوم. قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد. الطفل يبدأ طفل، ثم مراهق، ثم شباب، ثم كاهل، ثم شيخ، خلاص. هيك الدول، هيك عمر الدول، تبدأ تنتهي للاندثار، ما في فايدة. وفي أي مرحلة إسرائيل؟ أنا أقول أن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم، في الربع الأول منه، وبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في 40 الأولى كانت عنا نكبة، في 40 الثانية بدأت عنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل، في 40 الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى. يعني هذا تقييم من هذا استشفاف قرآني. استشفاف قرآني. لأن ربنا لما فرض على بني إسرائيل في سيناء 40 عام، ليش؟ ليغير الجيل المريض التعبان ويأخذ جيل مقاتل. وجيلنا الأولان النكبة راح، طلع جيل الإحصار والقنابل، والجيل الجاي هو جيل التحرير إن شاء الله تعالى. كيف ترى المستقبل الشيخ أحمد ياسين؟ أنا أقول طريق مصاب ويحتاج تضحيات وصبر، لكنه المستقبل لنا إن شاء الله، هو قادم لا محالة. وعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف وعده أبدا. رغم اليأس الذي يسيطر على الناس، اليأس هذا لا قيمة له عند الناس الذين لا يقودون المركب. إذا كان الذي قادة المراكب لا ييأسون ومصرون على خطواتهم، فالشارع دائما وين ما وديته بروح بمشي بجري وراك. يعني أنا بستشف من القرآن الكريم زي ما قال في المدينة: ما ظننتم أن يخرجوا. يعني المسلمين كانوا يظنوا يقدروا يتصولوا عليهم، وظنوا أنهم مناتهم خصومهم من الله. يعني هذول معتدين بقوتهم، والمسلمين بيقولوا يعني ممكن يقدر، وهو الواقع الآن. يعني صحيح أن الأمة بتاعتنا قادرة على فلسطين، احنا بنشك في حالنا وامكاناتنا وقدراتنا ومستقبلنا، وهم بيقولوا احنا بنملك اكبر ترسانه دوليه، مين بيقدر علينا؟ فهم بيعتزوا بقوتهم واحنا خايفين من ضعفنا، لكن اراده الله غالبه، وستاتي الساعه التي ينهار هذا الكيان في لمح البصر. ان الفساد لا يدور في الارض، لقد قرر القران الكريم انهم يفسدون في الارض، أنهم يمزقون القيم في الأرض، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم.